مرحبا. ضغط دم مرتفع عم بيسيطر على لبنان، مصحوب بكياس زبالة عم بتسيطر على السواحل. أما طقسنا لليوم فهو غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات جبال الزبالة اللي عم تخفض وصول الشمس على السواحل. أما هلأ فرح نقوم بجولة على الزبالة بالمناطق اللي عم بتسجل 60,000 طن على السواحل، 40,000 طن على المرتفعات، البقاع 10 والأرز 8. أما كيف رح تكون الزبالة لليومين الجايين منشوفهم سوا. لليلة الأربعة 120,000 طن أدنيها 110، أما لبكرة 150,000 طن أدنيها 115، واحتمال توصل الجمعة لل 200,000 طن. أما الروايح فبتتراوح بين 60% و 80%. وبما إنه الرياح رح تكون جنوبية غربية، المطلوب منكم إنه تحطوا زبالتكم بمناطق شمالية شرقية تفادياً لكارثة بيئية. ونحب نحذر كل المواطنين من انقطاع عدد كبير من الطرقات، فمشان هيك بليز ما تتركوا البيت قبل ما تشاهدوا نشرة الزبالة الصباحية. ونحب كمان أكيد نذكركم إنه ما تنسوا تجهزوا سياراتكم بسلاسل معدنية تفادياً للتصحيط على الكياس وقشر الموز والليمون وزيت الزيتون. وهيدا كان كل شيء. باي.